العاصمة الإدارية الجديدة هي وجهة الجمهورية الجديدة، عشان كده بيحصل فيها نقلة نوعية غير مسبوقة من حيث طبعا الإمكانيات الهائلة والمشروعات العملاقة اللي بتتم هناك، سواء مصالح حكومية أو مناطق سكنية وترفيهية. عشان كده العاصمة الإدارية بقى حصلت على جوائز كتيرة جدا، أخرها جائزة البرلمان العربي كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021. العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ مصر من حيث الإمكانيات الهائلة التي تضمها داخل أرجائها، لتصبح الأرض الصحراوية الخالية من الحياة مقراً لعاصمة جديدة تضم عشرات المشاريع العملاقة والمناطق السكنية والمصالح الحكومية الذكية. وكان لهذا النجاح مردوده الإيجابي، وهو حصول مصر على جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021، كما أنها تعد نموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية. ويأتي ذلك من الاهتمام المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث استعرض مؤخراً الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لا سيما قاعة دار القرآن الكريم، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وسير العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. أيضاً يتابع مجلس الوزراء سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لا سيما في مباني الحي الحكومي، وذلك في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، هذا بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع، إضافة إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها عنصراً هاماً ضمن أهداف إقامة هذا المشروع الذي يستهدف تطوير العمل الحكومي.